मिक्सर, सब मैंने पांच मिक्सिंग कंटिन्यू मिक्सिंग फिर इन पांच से मिक्स करेंगे انت في كاسير دخل يجي حاجه سمنا يكون كميه قليله وليمت الفوليوم بتكون كده تعرف هذه سمنا هذا فاكس يكون كميه عاليه دي سمنا هذا شو يكون يخرج من مكان يصير يكسر كانما بينقل وشغل عندك يعني يدخل الكونتينر يعني يدخل المكان هي سبلاي الكونتينر يصير يكسر نفس الوقت شو يسوي فيه؟ يا حارة مثلا من هذا لا كونتينر يكون لا شغل يكون لا شغل فعندك نوعين اما يكون باتش اور وات كونتينر من يقول لك باتش معناته ليمتد بالفوليوم من يكون كونتينر شو يكون؟ لا شغل بعض الأنشطة تليفون البخور شنو البخور؟ عواجز شنو عواجز؟ تعال عندك كونتينر تمام هذا الشكل شو يخلون بيه؟ يخلون في حواب داخلية داخله أو في شيء عواب حتى إنه يضرب يرجع يضرب يرجع حتى يزيد اللي في جسمه أو يشكل على شكل هذا الشكل مثلا موجود الصورة ما ممكن هي هذه يكون في العواق داخل الكونتينر او انه عشق الطولاني هذا خلو منه من الحواف بس شيء جانبي حتى شنو عمليه؟ كل ما اضيف البفل والبان والتاك حتى شو يصير؟ المكسر يسوي يزيد لنا الافشنسي مال المكسر يعني بدال ما هو يحتاج ساعتين نخلي البفل يحتاج ممكن هي نص ساعه تمام؟ فهي الفائده مالها البفل والهذا حتى شنو؟ يزيد لنا الافشنسي للميكسي نبدي بمن؟ بالانفلار، الانفلار من عندك؟ بروبيلر، توربين، عندك؟ بدر البروبيلر شلون شكله؟ ها؟ فروانة شايفين الفانكة كأنما وبيها فد يعني فد ايش حركة معكوفة حتى يزيد الهل شو اسمه؟ طبعا هو ليش قسموه ليش سموه هذا بروبيلر ليش سموه توربان على شكل اختلاف الشكل واختلاف بالبيتش المجداف مالته شكل المجداف مالته وحتى الفلو باترن عندك الفلوريتي مالت الفلو باترن اما يكون راديال اكسيال او تنجنشال حركه الفلو الداخله اما يكون شنو هذا من عندك هذا اكسيال هذا شنو؟ انجيشر شنو؟ حركة دائرية والريديال شنو هو يكون؟ عمودي على اليمين للشد والاكسيال شنو يكون؟ موازي او بارالل لليمين للشد زين طبعا هو كل واحد بيهن ينطي يعني توربين ممكن شنو ينطي له؟ ينطيهم كلهم مثلا دين اكسيال يعني كل ال كريجر عفوا التورباين هو راديال البروبيلر شنطي اكسيال والبدر شنطي تنجنشال مو الجدول طبعا الجدول كلش مهم هذا يعني حتى تعرفون به هسه الجدول قدام شفنا نرجع لاول واحد فيه من عنده بروبيلر شوفوا شكله اما يكون ثنائي ثلاثي دائما اغلب شيء يخلون هي ثلاثي اقفى الشيخ داخله يبدي عميق كلكم شايفينه خلاص شايفينه خلاص كانه مو شابه له زين شو ينطينا ميكانيزم هنايا؟ ها؟ اكسيا دائما هو ينطينا اكسيا اللي شو يكون؟ حراره للمن للشيخ ممكن هي ينطيني تنجنشر ممكن هي ينطيني اذا كان شنو
راديال. بس هي على الأغلب primary force أو primary flow لمن يكون؟ الأكسيال. هي الأكسيال. خلي ببالك من أكون probular معناته flow شو يكون viscosity ماتك؟ كلش قليلة. يعني يعطيك viscosity قليلة ويعطيك أكثر من chance يعطيك turbine وبدل ويعطيك منه عندك probular. بنشوف viscosity كلش قليلة دائما نروح من probular. probular ما في مجال. فدائما الفلويد يكون فيسكوستي كلش قليله ويكون له في السرعه كلش هاي سبيد. سبيد كلش ما تكون عاليه، اعلى واحد بيه منه هو البروبيلر، السبيد مالته عاليه. ميكانيزم مالته هو شنو؟ اكسيال. ويكون الفلويد اللي استخدم المكسر لمن يكون؟ لو فيسكوس. مفهوم؟ ثلاث شغلات اساسيه لمن؟ للبروبيلر. توربين او توربين هذا التوربين شو يكون؟ راديال. الميكانيزم مالته شو يكون؟ راديال. راديال. راديال شو يكون؟ عمودي للشف. المن يستخدم يا فلويد؟ فيسكوستي عالية قليلة؟ عالية. كلش عالية. أو احنا نقول عليها مو كلش عالية لأن العلمان عنده هو البدر. كأنه مو يعتبر انترميديت فيسكوستي. بس هي كلش عاليه كومبير بيمن بالبروبيلر. اذا قارن بالبروبيلر بنكون فيسكوستي اعلى اختار منه توربين بيمن للبروبيلر. الفلو مالته شو يكون قلنا؟ فلو كاركترستيك يكون از ون از اكسيل او راديال. راديال از راديال. طبعا هو ممكن هي يعطينا ايضا الجيشر ممكن يعطينا شنو؟ الاكسيال. الاكسيال. ثلاثتين يعطينا لكن هي البرايمري فورس هي عفوا البرايمري فلو هي يكون ريال. طبعا هي ايضا هي سنترفيوج فورس. طبعا هي اشكال هي زوايا اختلاف ماده شكل ماده يكون ما له شكل ماده. هاي اشكال ماده. ليش تكون اقوى؟ شايفين هذا؟ كلش هذا كلش قوي بالنسبة. يكون قوي حالة الميكس ميل فيسكوستي محاط يكون كل شيء. فهي بعدة أشكال بعدة زوايا اختلاف الأشكال وعدة الزوايا يمكن يعطينا اختلاف منه فلو لمن كاركترستيك للفلو. هذا من هذا توربين أو توربين. آخر شيء من عندك؟ البذر. البدل من يستخدم؟ من يستخدم البدل؟ ها؟ من يستخدم البدل؟ حالات منو؟ اللي من عندك؟ منو؟ منو مستخص عالي؟ سيمي سوليد؟ أو إتمات؟ كريم؟ سيمي سوليد؟ البيس؟ ها؟ من أقوى إتمات؟ سيمي سوليد اختار منه البدل. البدل اقل واحد سرعه منه اعلى سرعه منه من الثالثه تبتدي منه بوبيلر بالروبر اقل منه عندك توربين اقل واحد منه عندك البدل هي سرعته من 50 50 شافيا يعني فرده راون فرده للدقيقه راون ثمن. هو اقل واحد به من عندك هو بيكون البدل. بيكون البدل هي سرعته من 50 الى 100. 50 الى 100. المن يستخدم مكسن السيمي سوليد. السيمي سوليد اور هاي بسكس فلويد. فلويد شنو الميكانيزم مال التوباتن نايكون تنجشن نايكون تنجشن. فعلى ذن الاساس تخلي دا تخلي ببالك ذن ثلاث نقاط اقدر اميز بيناتهم اختلاف الفيسكوستي اختلاف السبيد واختلاف منو عندك الفلو الفلو كاركترستيك. تمام. طبعا هذا البدل انتوا اشتغلتوا عليه هذا وبعدة اشكال. طبعا بعدة اشكال. طبعا هذا هو يفتح فرع كامل. شايفين عجانه؟ ايه ما الكيت دول اهل المخابز. هو اي اي
فهو هذا انه هو كل يعتبر هذا هذا بدل هذا بدل زين. البروبلر وين نلقى الله ما كيك ما سوي كيك شو استخدمه ها مرات ما تطبخ ما سوي كيك جاهز كله. هي 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 نفس تقريبا هي نفس الأجهزة نفس الديزاين نفس الترتيب بس مجرد إنه هذه إنه إذا كان سيمي سوليد أخذ منه عندك أخذ البدل يسمونه، وإذا كان بسكوستي انترميديت مثل ما نقول عليه أخذ التربايل، وإذا كان بسكوستي قليلة أخذ منه أخذ البروبيلر. مفهوم؟ زين نجي على منو؟ الهواء ما في استراحة هي ساعة ونص على كمل وياكم هي طبعا هذا كله معادلة كله ولا أشرح ولا أعيد كميرا سيتش هذه تعال بها بالمية واستفادة لكم الهواء شلون يسوي ميكسنج؟ يعني بين قوسين اذا عندك ايموشن اقدر استخدم هذه؟ لا شوف انت اقوى يعني هي هذا كل الحكي منين رجعنا؟ من الفوم الفوم من شنو اصله؟ سيرفكت سيرفكت ما يلقى شو الايموشن فاذا جابنا كلمة كيو انه قال يا دول سكور ممكن احصل من الزياده اقوى تمام؟ فهي الايموشن ما اقدر استخدم منو؟ ليش؟ راح يكون الفوم وإذا كان الماتيريا بها ممكن تصدق بالأوكسيديشن موجود الأحفل الوات اللي هي الهوتو ما ممكن أستخدمه ويكون الليكويد يكون بالسوفتي شوية عالية جل عالية إيش قال هي القليلة إيش قال هي العالية أنتوا أكثر من 10 شنو إيه شنو وحدة قياس السوفتي يساوي ارجع شنو على قياس البسكوستي بمن يقيسونه البويس بعد بعد مش شنو وقت حضور اي وقت مش شنو بالاخير هم مطلوب منك بمن يقيس البسكوستي شنو وحدات البسكوستي
حوالين. لا تطلعوا لياها، طلعوا لياها. بعد تمارين فويس انت فويس يعني جنبي كده أقل أقل لبسكوسيتي اللي ممكن نسمح من الحق تفتح منه الآيات عشرة منه عشرة فويس تفزين فويس هذا راح نزلكم الله في يوم الكلاس يا فلود يكون بسكوست حتى قليلة هو ممكن مسموح استخدمه من مين؟ تطلع لي حتى دور في البسكوست ما تشتري زين عشرة منهم عندهم يا عشرة بيهم يا واحدة بيهم والله أنا أعطيكم هذا رجاء رجاء طبعا هو تلقاه أكيد هو بالنت تلقاه بس شوية عن نفسك انت حتى تعرف المعلومة إيه مو مجرد من تاخذها كوبي بس إذا أي أهم واحدة نفسي النفس حتى تعرف إنه شنو هي أنا أعطيك إياها لشيء حتى تطلعها حتى تعرف شنو الحل وايبها تاخذها كوبي بس ما تعرف شكو ماكو الموضوع خاصة إذا واحد غلط والبقية كلهم على كوبي بس كلهم غلط لأن تاخذ المعلومة من عندك شوية شوية عن نفسك خمس دقائق عشر دقائق من وقتك الثمين إلى ما قاعد تقلب الموبايل يعني خمس ربع ساعة ناخذ من وقتك زين بالأيرجك طبعا أيرجك حتى زين هو شنو يا ميكانيزم يكون المكسل ما تكون الأيار البابل تيار هواء يقل بالماء حتى يكون شو يكون على شكل بابل والبابل هي على شنو مسؤول عملية شنو ميكسينج عملية الميكس يخلوا له خلوا له دراف دراف كيوب شنو دراف كيوب هذا دراف كيوب خلوا فت قاطع تمام دائما الايرين يكون دائما يكون باللور سيرفس يدخل الايرين يدخل هي من للاور حتى يشن عبر يطلع لي فوق شنو فايت هذا الدراف يخلي لا هي يحصر يحصر لنا الايرين ما يصير اكسباندنج حتى يزيد لنا شنو اللي هو شيء سي مال منهم مال ميكسينج خلون هذا دراب كل ما يكون دراب ما تكون نارو يكون في شيء سمعته عالي كل ما يكون برود عالي او نو يكون في شيء سمعته قليل فهي بصوره عامه هو حتى يخلون هذا حتى شنو زي قلنا شنو زي قلنا الافشنسي للميكسينج هذا بيمين هذا يكون بالعيار دائما يكون بيمين يكون باللور سيرفس لور سيرفس اللي انترس منه بالعيار من مسؤول عملية الميكس من هنا هو البابل هو البابل مفهوم الله تفهمون لو فيش لاحقة البلد البقية تفهمون يعني هسه ترجع المحاضرة تقلبها تعرف تجمع زي ليش ما تجي المحاضرة تقلبها من هاي ساحبين الناس يعني عادة تجيب المحاضرة وعشر مياه لا لا جديات انا ما تضغط عليكم بس انت هذا راجع لكم طبعا هي مصلحتك الشخصيه انت من تجي محاضره وياه تعال نسيت اشرح الملاحظات اللي احكيها في المحاضره من تجي تقراها كيف تلاحظ بس مجرد مراجعه ما راح تعبي ترى ما تنسى لازم نشرحها بسرعة حتى كان المكان موصول تمام؟ زين هذا منو؟ هذا أيام آخر منو عندك؟ الفلود الفلود شو سنبي ميكسين؟ نفس الأيار نفس الحالة هذا شيء يكون هنا هو نفس الماء بين داوة تعبين بالواتر بام؟ نعم مبردة يدفع المكان مكان ثاني أندر فجر طبعا وخوش أندر فجر حتى يزيد لنا شنو زيد لنا الاسم هي حالة كالة تستخدمها أيضا الاسم جارة
الفسكوسيتي شو يكون؟ قلي أو إيش قال هنا الفسكوسيتي؟ طبعا هذا خلونا بالنوزل، هذا النوزل النو البام اللي يفلون بالنوزل، هذا النوزل هي يكون كل صيف بعدين يروح لمكان ثاني يبدي يتداور للميكسن اوف ذا فلويد، يتداور للميكسن اوف ذا فلويد. هذا مين نلقى بالفلويد يكون الفسكوسيتي ما تكون قليله، الفسكوسيتي يكون قليله. هذا هي عملية السيركيليشن، هي مداورة فراغ، يعني يضخ من مكان يرجع، يضخ من مكان يرجع حتى يحصل عملية من الفوم. دائما يفضل منهم يكون الفلويد يكون شنو؟ partial miscibility، يعني هو بي miscibility لكن هي مو كلش. فيخلون هذا الشيء حتى شنو؟ زيد لنا الميكسينج between شان هو البام النوزل، البام أقفل رجع أقفل النوزل يضخ خلال النوزل. زين هذا منو عندك؟ هذا الفلويد. تجي على موضوع كلش مهم لازم تعرفه، هو شنو عندك؟ شنو الفورتكس؟ دوامة صحية لو غلط لو شنو؟ سمين بالبيت الشربة؟ عصير شربة. تطي سرعة عالية شو سلي؟ في الدوام، دوام الدين أو لا لبن عصير شو بيحصل عليه؟ هو كلش عالي سرعة عالية، كل سرعة بيحصل على الدوام ولا لا؟ شو بيحصل الدوام؟ خلي بالك بيكون ما عليك، شو بيكون؟ سنترال منو سنتر أطفال؟ هو الشفت، ويكون vertical للشفت الانفلاب اللي السنتر بعد مين يكون؟ بيكون speed كلش عالي. ومين من يكون؟ يا حالات turbine ممكن هي البروبيلر أيضا ينطي الفورس فورت نحصل عليها من يدخل سنتر، ممكن speed كلش عالية. ومين من يكون؟ شفت انفلاب turbine والتوربين. يوم شابه هو نفسه تقريباً، بس ذاك إحنا نحتاجها هنا. لا هي هذه يعتبر هي شيء غلط، إنه هسا أشرح كمان ليش نمنعها وشلون نمنعها. هي يكون أول شيء الشفت يدخل شنو؟ يعني يكون سنترا، إذا بال يعني بالجانب وبالحافة يتكون فورتس ولا لا؟ ما راح يتكون. هاي واحدة. شغلة ثانية شيء يكون سبيد كلش عالي. شغلة ثالثة منو يكون؟ توربين. هذا الانقلاب شو يسوي؟ شو يكون؟ تنجيشن. وبالتالي شو يكون؟ خلينا نمشي اسمه المكسيك. ليش؟ ليش؟ طبعا هذا الانقلاب induced tangential load doesn't هي شنو produce شنو any mixing except مين من يكون كلش قريبة من منو من البول. شوف ما تحصل بالفورتكس بيا حالة من يكون viscosity عالية ويكون speed ما تقليلة. الفورتكس من يكون viscosity عالية ويكون سبيد مال منو؟ مال التورباين قليل، ما نحصل على سبيد. عكس هي تحصل لنا شنو؟ يحصل لنا الفورتكس. الفورتكس هي يعتبر هي ديزادفانتج للميكسينج. ليش؟ ماكو اني ميكسينج، هي مجرد انه قريب من الوول ممكن يحصل فيه ميكسينج. الفسكوستي عالي جد يكون 20 سي بي سي. شنو هذا السي بي اس؟ سنتريبويز. زين؟ من اكثر من عندها السكوست كلش عالية والسبيد ما تكون قليلة. ليش؟ احنا قلنا هذا شو يسوي؟ هذا الدوام شو يسوي؟ ينزل. لما ينزل منو يدخل؟
هواء يدخل هواء. اير فاذا ماتيريال هي سسبتبل للاوكسيديشن تسبب ديجريديشن فلويد بي سيرفكتنت تسبب يصير فوم يصير فوم فهذا من ضمن الديس ادفانتج مالته بالاضافه لانه ما يحصل بي ميكسينج طبعا هذا اللي قلنا قلنا ليك توارد فورميشن اوف بات فومك حاله في ميليبون سيرفكتد اللي وين نلقاه بسيرفكتد فيها حاله يا دوس فورم ايموشن بالايموشن ايضا هي الباور شو يسوي؟ فور ليمن بلاك ايضا هي انتراب ليمن قلنا انتراب ليمن للحياه وبالتالي يحصل عمليه الاوكسيديشن شو انا معنا هذا البروجكت يا حاله؟ بدال ما اخليه بالسنتر اخليه بي من ها ميلا او اي بعد بدال ما سنتر اخليه بالجانب او اسوي ثنتين خلي السبيد بعد غير الجيومتري نضيف طبعا حاسين هنا اول شيء الرينج من للانقلاب شلون الرينج نسوي قال ما هو انه بس انت اخذه بالجانب بعد من عندك تشينج الجيومتري شكل الجيومتري مالته شلون شكل الجيومتري بدال ما هو بيكا اخذ عشك سلندر بدال ما هو بيكا الونجيتد اخذ عشك سلندر بعد من عندك هو ذاك الكهرباء خاصه المحاضره بفر بعد بفر حط حواجز شنو البفر حط عوائق وبالتالي ما من اخلي عوائق بالجوانب ما تصير ما تحصلنا شنو البورتكس بعد من عنده بوش بول 80 بوش بول شنو هذا شنو البوش واحد يدفع واحد يسحب يا حال نحصلها بال راح تاخذ ربع ساعه طلع دكتور بالكونتينيو البوش بول بالكونتينيو يعني ناس لا بوش بول انه حساسه يوم دي بصوره تشوفه يعني تعرفوا احنا قلنا الفورتكس شو بتتكون من يكون سنترال هاي سبيد توربين تمام شو لنا عنها بدال ما هو سنتر شو دخلك بالجانب او دخله بهذا الشكل تمام اغير شكله بدال ما هو لونجيتد عفوا هذا الشكل اخليه هو لونجيتد بعد شنو عندك اخلي بفر خلي عوائق هنا بالجوانب حتى يمنعنا شنو يمنعنا البفر فكم واحد عندك اول شيء ما دخله سنتر تمام شكل الجيومتري مال التان شو يكون اغيره هاي النقطه الثانيه النقطه الثالثه استخدم اخلي بفر عوائق وبعد شو عندك اخر شيء بدال ما هو واحد اخلي اثنين هذا يسمونه البوش بول واحد يدفع واحد يسحب واحد يدفع فكم واحد كم فكر اربعه اول شيء مو سنترال تمام اغير جيومتري منه للتان بدال ما هو لمقيت خلي شكل ثاني شو خلي بعد خلي بفر عوائق خلي عوائق هنا يكون طبعا هي سلايد المادران موجود بيها تفاصيل خلي عوائق البفر واخر شيء استخدم البوش بول البوش بول شو بتحصلها من يكون الشيب بي اكثر من بروبيلر او توربين مفهوم فاربع فكترات حتى يمنعنا شنو أمنعنا الفورتكس الفورتكس يعتبر disadvantage للميكسين of the fluid شوف ما تحصل بها حالات ويكون سبيد قليلة ويكون viscosity عالية يكون viscosity عالية عكسها يكون سبيد عالية يكون viscosity قليلة يكون central ويكون سبيد كلش عالية حصلنا على الفورتكس هذا الجدول كلش مهم يلخص على كل الاشياء كل واحد كده عندك البروبيلا عندك التوربين عندك من عندك البدل اذا تجعل تو باترين تو باترين من كل
البروبابل دوت شو يقولنا احنا اكسيا بالطبع شيء يكون راديا بمن يكون بالبدل تنجنشال نفس الحال السبيد مالته ايام اكثر سبيد قلنا انا شو حكينا اكثر سبيد منه عنده البروبيلر على الاقل منه عنده التربيل ما اخر شيء هو البدل السايز مالته هو يكون ترى يكون اقل واحد بين هو عندك بالبروبيلر النزلاف مالته يكون البيتش هو يكون غير متغير عفوا بقي يكون ثابت الفورتكس فورميشن بمن يكون اكثر شيء بروبيلر بمن يكون تربان ما يحصل بمن يكون بالبدل ما ممكن يحصل للبدل هو سبيد مالته قليل كل الاحوال هو سبيد مالته قليل اذا تجي عليه هو سبيد مالته قليل فقير ما تكون الفورتكس هذا الابلكيشن مالته بمن يكون قلنا اذا ذكر بروبيلر مين يستخدم كل مسابه وفيسكوستي مالته يكون قليل زين بمن يكون بالحاله الثانيه بالنيجاتيف واخر شيء البدل يكون سيمي سوليد هذا جدول كلش مهم شو يسوي لكم اياه يفصل الحكي اللي حكيناه قبل شوي هذا جدول يلخص كل اللي حكيناه هذا يا سلايد هذا